شوف 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 ما شاء الله. يوم قلت بالدعاية القبلية هذا اللي ما يرحم هذا ما يرحم مرتين. اسألني ليش؟ ليش؟ هذاك 4000 واط هذا 6000 واط ألماني يا هلال ما يرحم. شوف هني المعدن كيف يعني راح يعطيك كواليتي خيالي. وغير عن هذا شوف كيف هي عندك الحجم الكبير والحجم الصغير حد طحانة تبغى تطحن أي شيء شيل على طول يا كابتن. طبعا هذه القطع كلها تيجي معه وعندك هذه حق العصاير شيء من الآخر قوي جدا يا هلال. وتتحكم تتحكم يا هلال شوف تتحكم في المستوى وتبغى مشغلنا 24 ساعة ما شاء الله. يوه لو تبى تسوي عصيدة دياي بتسوي شيء مش طبيعي. صخري في مولك وعلى فكرة 6 شفرات زي اللي هو 6 سلندر في السيارة من الآخرة 6 فقرات ما شاء الله يا جماعة.